متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بوزنيقة. معنا واحد الحالة إنسانية كما كنقولوا، يرثى لها كما كنقولوا معنا على المباشر متابعينا الكرام، واحد السيدة كتسكن بوحديتها، لحني الله رحيم، ساكنة غير بوحديتها في واحد البيت كتكتاريه، ما عندها لا ولاد ما عندها حتى شي، وحتى من الزوج اللي كان هو العويل ديالها تتخلى عليها. قام معنا على المباشر متابعينا الكرام. قدمي راسك بداي. أنا العروي حادة، عندي 49 عام، وعندي هاد السرطان في بزولتي، وأنا تنعاني بزاف، معدي باش ندير لا دوا لا والو، وعندي ساكنة مع راجلي، ولكن راجلي مخلي عليا، ما بغا يداويني ما والو، كاري انت الدار ولا عندك الدار ولا شنو؟ كارية بشحال كاري في الشهر؟ 30. 33 ألف ريال. كيفاش كتجمعي فلوس الكرا وداك الشيء؟ راجلي عنده تقاعد، لمن كتوجهي هذه الرسالة؟ اخواتي المحسنين والمحسنات يعاونوني، انا بحال خاتهم بحال امهم، الله يرحم الوالدين. كيفاش اكتشفتي هذا المرض؟ اختي كان عندي شي عام دابا، مع كان الحاجة الصحي وداك الشيء ما مقدر نخرج ما والو، تاجي كنت ساكنة في الدار بيضة، ملي اكتشفت هاد المرض قلت لي نمشي حدا دارنا ونتعالج، وجيت لهنا كريتو وتنمشي. ايوه، دابا فين ساكنة؟ اش من بلاصة بالضبط؟ في حي الرياض، في بوزنيقة. ايه كاري قلتي لنا كاري بيت، وما عندك باش تخلصي، ما عندك ما تاكلي، ما عندك باش تداوي، والو. وشكون اللي كيعاونك؟ واش كاين شي شخص كيعاونك؟ ما كاينش فين عدارنا اللي عاونوني. وانت شنو الرسالة اللي كتوجهيها دابا والنداء ديالك؟ بغيت لا كان ممكن الاخوان المحسنين يشوفوا في وجه الله ويعاونوني. اعطيني المعالجة ديالك مع المرض. خويا تيعطيني الحرق بزاف، فين تندير كانت دابا عندك انت الشيم السرطان؟ هدي في بزولتي هنا، هاي درتي حصة الأولى ديال الشيمي؟ دايرة حصة الشيم فوخة بزاف. بزاف. حيدتيها ولا لا، باقي باقي كتعالج؟ باقي الله عاطيني الحصة تاع الشيمي، ومن الشيمي غندير البراوات. وشنو قال لك الطبيب دابا؟ شنو غيبقى معاك، غيتبع معاك شيمي ولا شنو ولا عندي غتكون شي عملية جراحية؟ ما عارفاش اشنو، ما ما عرفتش. عرفتش. وكيفاش كديري باش كتنقلي دابا؟ قلتي لنا كتعالجي في مدينة الرباط. الرباط في لالة سلمى. اها، وكيفاش كتنقلي؟ كيفاش تمشي كديري؟ عامل الطاكسيات، وشكون اللي كيعطيك فلوس الطاكسيات؟ وكل مرة رجل الخير الله يرحم والديهم. وانتي دابا شنو كطالبي؟ شنو بغيتي هاد الناس باش بغيتيهم يعاونوك؟ بغيت نتعالج ونصح صافي، باش نمشي للسبيطار وباش ندير التحاليل والسكانيرات. قلتي لنا راه ما عندكش حتى الفلوس باش واه ديري هادشي كامل. والو اختي، وهذا الراجل قلت لنا راه تخلى عليك، واش من بعد ما عرفتي راسك من بعد تخلى مشى وخلاك؟ باقا معاه دابا، ولكن راه كتير في دارنا، قالك ما عندي باش غنعاونك والو. اسمح فيك. اسمح فيا دابا، هباك في دارنا تبقى الخدام وغرس. كما كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تي في، نتوما معنا بث مباشر. فالسيدة ما قدراش تصبر صراحة، ما قدرش تكمل معنا، كما كتشاهد على المباشر انها انهارت بالبكاء، حيت صراحة كتحتاج، صراحة كتحتاج. وجهي النداء ديالك للمحسنين المغاربة اللي كيشوفوك دابا على قناة التلفزيون. الله يرحم ليكم الوالدين. الله يرحم الوالدين اللي معاونوني وجه الله، كانوني بحال خاتكم ولا امكم ولا شي وحدة من عائلتكم مريضة في المرض.
دابا كيجيك الحراق في الليل ما كتنعسيش بيه؟ كتنعس. اذا متابعي قناه شوف تي في، كما تبتوا معنا هذه الحاله الانسانيه، كنتمنوا من كل القلوب الرحيمه انهم يتساعدوا مع السيده. قول لي من الرقم ديالك الاخت حاده. 0 6 زيد 60 زيد 22 23 04. عاود الرقم ديالك مره اخرى. 0 6 60 22 23 04. قلتي لنا كاين نهار اللي ما تلقايش الشيء باش تاكلي. والو اختي كاينش. والدواء شكون اللي كيشري لك؟ الدواء شكون اللي كيشري لك؟ كون نارو كون نارو راسكو. ويلا قلتي لنا كاين بعض المرات ما كتشريش الدواء ديالك. ايه كاينش ما عديش. اذا متابعينا كما شفتوا معنا ان السيده ما قدرش كاع تهضر، ما قادراش تهضر بمره، فكنتمنى من كل المحسنين انهم يتعاونوا مع هذه السيده. اذا متابعينا كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بوزنيقه اقليم بن سليمان.